من أجل تطوير وتشجيع الشركات العراقية العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية، أقام مجلس رجال الأعمال العراقي معرضاً لهذه الشركات كما ذكرنا العاملة في الأردن، وكان من الحضور سعادة السفير العراقي الدكتور جواد هادي، وكذلك عدد لا بأس به من الشركات العراقية والأردنية في العاصمة الأردنية أعمال. تعالوا نتابع معا هذا المعرض. هذا المعرض مشترك بين أردنيين وعراقيين مهم جدا في الأردن. العراق بحاجة إلى الشركات، إلى الخبرات، خاصة الناس عندهم خبرات في مجال النفط ومجال البناء اللي هي أكثر الميادين في العراق بحاجة إلها. وكل التكنولوجيا والتقنيات الخاصة باستخراج البترول بنقله هنا موجودة في الشركات، فهذه حقيقة تمثل رافد مهم جدا للعمل والاستثمار في العراق. يعني أتمنى أن يجوا ويعرضوا أعمالهم على وزارة النفط والطاقة في العراق. أنا عندي كل فرص الاستثمار على موجة على CD على كتالوكات، أقدر أوصلها مباشرة برئيسة الاستثمار. إجوا أخوان كثيرين واتصلت بالسيد سامي الأعرج مباشرة وراحوا وقدموا، يجون في السفارة في القنصلية على الرحب والسعة، نزودهم كل المعلومات اللي يريدوها ونرتب اتصال ومواعيد لهم بهيئة الاستثمار الوطنية في العراق. استنادا إلى أهداف اللي قام عليها المجلس اللي هي تشجيع شركات الأعضاء إلى تطوير شغلها مع بعض وتسويق أعمالها مع الشركات الأردنية وتطوير الاقتصاد الأردني مع العراقي، تشجيعا إلى محاولة إرجاع ما كان عليه بالحقيقة الاقتصاد القائم بين البلدين باعتبار بلدين جارين. نحاول نشجع هالأمر هذا، فتشوف أنه أكو شركات أردنية شركات عراقية. الحدث نفسه عبارة عن عرض وتعارف بالحقيقة، يعني تسويق اللي هو واحدة من أهداف المجلس. تنظيم هيش معرض أنه نسوي فد عرض للشركات المسجلة في المجلس وللشغل الموجود للمستثمرين العراقيين الموجودين في الأردن وأيضا العاملين في العراق. طبعا هذا هو معرض بسيط جدا، لأنه إحنا الشركات المسجلة عندنا تقريبا 1850 شركة عراقية وأردنية للمستثمرين العراقيين، ولكن الحضور كان فقط 150 شركة، لأنه قسم منهم خارج البلد وقسم كانوا خلينا نقول مشتركين في معارض ثانية. إن شاء الله تكون هاي هي خطوة أولى، والخطوات الجاية إن شاء الله تكون أحسن ومشاركة تكون أحسن، ورح يكون عندنا إن شاء الله تنظيم معارض ثانية اللي تروج لشركاتنا واللي تسوي تعاون اقتصادي بين الشركات العراقية والشركات الأردنية والشركات العربية والعالمية طبعا أكيد في الأردن. والله أنا شفت الفكرة معقولة جدا، لأنه بعض الأعضاء من نفس مجلس الأعمال العراقي ما يعرفون بعض وما يعرفون شنو الخدمات اللي ممكن شركات أخرى تقدمها، فصارت مناسبة حلوة أنه نتعرف على بعض نشوف شنو اللي قد ممكن نعرفهم كأشخاص بس ما نعرف مجالات شغلهم وشركاتهم، فأعتقد كانت فرصة طيبة أنه استفدنا منها كلنا. نعرف شركات أعضاء مجلسنا شو مجالات عملهم، كان للجمهور العام أو لرجال الأعمال العراقيين، لتطوير حقيقة وفتح مجال جديد للتعاون بين هذه الشركات وطبعا السوق العراقي والسوق الأردني، لأن يعني كثير من هذه الشركات حقيقة مستثمرة في السوق العراقي وفي السوق الأردني. المعرض اجتمعت فيه مجموعة الشركات العراقية هنا، الهدف منها أنه نوحد جهودنا من أجل المشاركة بالإعادة الإعمار أو البناء الجديد للعراق إن شاء الله.